مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامج الحصاد ياتيكم من الاحد الى الخميس في تمام الثامنه مساء. كما هي العاده في الحصاد بيكون عندنا لقاءات حواريه في النصف الثاني من البرنامج، ومعظمها بتتركز حول الثروه الحيوانيه وحول كمان الصحاري المصريه الممتده، فبيكون معانا فقره من معهد بحوث صحه الحيوان وفقره اخرى من مركز بحوث الصحراء اللي نطاقه بيشمل الصحاري المصريه كلها، ودي مساحه شاسعه هي المساحه الاغلب من مصرنا الحبيبه. النهارده هنتكلم عن صناعه الدواجن وما يواجهها من مخاطر متمثله في الامراض وفي غلاء الاعلاف وغيرها من الامور الاخرى، لكن طبعا هنتجه الى الناحيه الطبيه اكتر ونتكلم عن الامراض اللي بتصيب الطيور وتاثير ده على هذه الصناعه الكبيره والعملاقه اللي بتوفر فرص عمل لاكثر من 5 مليون شخص على مستوى الجمهوريه ما بين عماله مباشره وغير مباشره. هيكون معانا دكتور محمد سامي استاذ امراض الدواجن بمعهد صحه الحيوان للحديث عن هذا الموضوع. هيكون عندنا لقاء تاني عن شيء قد يبدو نوع من الرفاهه بالنسبه لنا لان هو موجود في دول اخرى كتيره لكنها دول متقدمه جدا اقتصاديا، موضوع تربيه النعام. احنا ممكن الانسان طبعا يستفيد من النعام، في لحوم النعام من اغلى اللحوم على مستوى العالم، هي ولحوم الغزلان ولحوم الخيول، لكن في مصرنا الحبيبه اعتقد تركيزنا الاساسي بيكون حول لحوم الدواجن العاديه اللي احنا معتادين عليها. ولكن هل ممكن نستفيد من تربيه النعام في الصحاري المصريه؟ هل ده بيدينا افضليه لان جونا مناسب لتربيه النعام وده ممكن يتصدر للخارج او نعمل بيه انشطه اخرى؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه النهارده من خلال لقائنا مع الاستاذ الدكتور عماد محمد امين استاذ تربيه الدواجن ورئيس قسم تربيه الحيوان والدواجن بمركز بحوث الصحراء، واللي هيكلمنا عن تربيه النعام في هذه الاجزاء من الصحاري المصريه. أما الآن اسمحوا لي أصحاب حضراتكم في جولة إخبارية لأهم الأحداث اليوم، واللي هنبتديها من مشاركة الرئيس السيسي في الصين وذهابه إلى أوزبكستان. السيسي يتوجه إلى أوزبكستان بعد المشاركة في قمة الصين. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة الأوزبكية طشقند في ثالث محطات جولته الخارجية التي بدأها بزيارة مملكة البحرين ثم العاصمة الصينية بكين. وسوف يشهد الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي شوكة ميرزياييف مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات. ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال زيارته للصين على اهتمام مصر دوما بتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول النامية بما يضمن تمثيل وجهة نظرها على الساحة الدولية وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف خلال كلمته بقمة منتدى التعاون الصين إفريقيا بأن جهود مصر خلال رئاستها الحالية لمجموعة 77 والصين خير دليل على توافر الإرادة والعزيمة لتطوير التعاون بين الدول النامية بما يحقق عالما أكثر إنصافا يضمن في كل إنسان نصيبا عادلا من التنمية والعيش الكريم. وقال الرئيس إن مصر ستظل داعمة لجهود التعاون الدولي حريصة ومنفتحة على تعظيم الاستفادة من أطره المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يلبي آمال وتطلعات الشعب المصري وكافة الشعوب الشقيقة والصديقة. لمزيد من المتابعة حول زيارة الرئيس إلى أوزبكستان وقمة الصين بكين معانا الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا بك يا فندم وأهلا بكل مشاهدي مصر الزراعية. أهلا بحضرتك. وطبعا يعني هذه الزيارة يعني حظيت باهتمام وسائل الإعلام على المستوى المحلي وعلى مستوى الصين أيضا لما فيها من اتفاقات هامة على هامش هذه القمة بين الرئيسين الصيني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أهم نتائج هذه الزيارة قبل أن ننتقل إلى زيارة أوزبكستان الحالية، ولكن نتائج الزيارة على المستوى الاقتصادي على مصر وإفريقيا. بصي، هي الزيارة دي بتضيف رصيد جديد للعلاقات المصرية الصينية. احنا عارفين ان اول لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي ده سادس لقاء بينه وما بين الرئيس الصيني، كان فيه خمس لقاءات على هامش قمم على هامش مؤتمرات دولية ومنهم زيارة رسمية للصين، وكان في زيارة للرئيس الصيني لمصر. يمكن معروف عالميا حاليا الصين من القوى الاقتصادية الموازية او القوى الاقتصادية الثانية اللي موجودة في العالم، وكون ان هي تتجه لافريقيا، فده الاستفادة أو التبادل اللي هيبقى ما بين أفريقيا وما بين الصين وتحديدا مصر، باعتبار أن مصر الشريك الثالث للصين اقتصاديا. احنا حجم التبادل التجاري بيننا ما بين الصين وصل 15 مليار دولار. يمكن العلاقات المصرية الاقتصادية بدأت تتغير
خلال الفتره اللي فاتت دي مع فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بينطلق الى او بيتجه الى جذب استثمارات وليس عمليه استيراد منتجات. نعم. المساله ان احنا دلوقتي بنحاول قدر الامكان ان احنا يكون عندنا مصانع صينيه تنتج وتصدر للخارج او تصدر او تروج منتجها للداخل، وليس الامر مقتصر ان احنا يبقى الميزان التجاري بيننا ما بين الصين مختل بهذا الشكل. يمكن العلاقات المصريه الصينيه قويه جدا وبتزداد قوه خلال الفتره الحاليه، ويمكن الاتفاقيات اللي تمت خلال هذه الزياره او خلال هذه القمه السابعه او المؤتمر السابع للمنتدى الافريقي الصيني اللي هو بادئ من سنه 2000 وكان في 2009 منعقد في القاهره او في شرم الشيخ تحديدا، فبالتالي ده يعني استكمال او استمرار للعلاقات المصريه الصينيه اللي بتقوى يوما عن يوم. يمكن الفتره المقبله دي ستشهد عمليه بدايه اقامه استثمارات صينيه جديده، يمكن احنا التعاقد تم على القطار الكهربي اللي هيتم تنفيذه من خلال الصين، بعض المشروعات الاخرى اللي تم الترويج ليها او تم التحدث حوالين اقامه صناعات صينيه في اقليم قناه السويس وغيره من المشروعات الاخرى يعني. نعم، فيما يتعلق بطريق الحرير وكان موضوع بارز جدا لدرجة أنه تم الإعلان عن أنه مصر بتوفق استراتيجياتها المستقبلية 2060 لتناسب طريق الحرير. بص، يمكن احنا بيكي بتقولي 2060 وقبلها احنا عاملين خطة مصر 2030. نعم. فبالتالي أصبحت في دستور ورؤية سياسية ورؤية اقتصادية بتسير عليها الأطر والمناهج باستراتيجيات ثابته. يمكن ما كانش عندي الفكر ده وما كانتش عندي الاستراتيجيات دي فيما قبل. يمكن احنا من اول ما بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر بدا يتكلم على 2030 داخليا، وفيها جزء منه طبعا هينعكس على العلاقات الخارجيه لان اصبحت مصر بتتحرك بشكل ثابت على المستويات الاقتصاديه والمستويات السياسيه. يمكن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتتابعه للدول او يعني احنا كنا احيانا بنستغرب هو مسافر لقبرص، مسافر لليونان، مسافر لفيتنام، يمكن ما كناش يعني على عهد مع رئيس الدوله ان هو يسافر دول بهذا الشكل او بهذا او هذه الدول، ولكن بدانا فيما بعد نتيقن اهميه هذه الزيارات. بعد كده حصل في ترسيم حدود بيننا ما بين لبنان وقبرص، وبناء عليه ده انعكس ايجابيا على عمليه استخراج الغاز. نعم. زيارتنا لفيتنام حجم التبادل التجاري بيننا ما بين فيتنام تضاعف خلال السنه اللي فاتت. يعني هو الرئيس الفيتنامي او الرئيس عبد الفتاح السيسي زار فيتنام في سبتمبر 2017، الرئيس الفيتنامي زار مصر في نهايه اغسطس او الاسبوع الماضي. حجم التبادل التجاري بيننا خلال السنه دي زاد من 266 مليون دولار ل 377 مليون دولار. طبعا العلاقات السياسيه بتنعكس بطبيعه الحال على الاوضاع الاقتصاديه والعلاقات الاقتصاديه ايضا. بالظبط. نعم. بالظبط. طب اخيرا فيما يتعلق باوزبكستان يا استاذ محمود، يعني لماذا اوزبكستان؟ ما هي نفس الفكر اللي انا بقول لحضرتك عليه، احنا كنا بنقول ليه رايح فيتنام؟ ليه رايح اليونان؟ ليه راح قبرص؟ ليه راح الدول اللي احنا ما كناش بنسمع ان في رئيس دوله في تاريخ رئاسه الجمهوريه ومن اول ما اقيمت الجمهوريه رئيس بيزور دوله زي فيتنام او زي قبرص او زي اوزبكستان حاليا. احنا هنفاجئ فيما بعد ان في علاقات اقتصاديه مختلفه، او احنا بنحاول نخلق علاقات جديده مع دول جديده، يمكن دول متشابهه بيننا ما بينها في بعض الامور. يمكن الدول دي برضو بتحتاج لعمليه نمو او بتحتاج ان هي فكر جديد. يمكن احنا شهدنا في القمه الصينيه الافريقيه اشاده كبيره جدا بالتجربه الاقتصاديه اللي قامت بها مصر بالظروف اللي مرت بها خلال الفتره اللي فاتت، ومع ذلك كان في صمود وفي اقتصاد قوي جدا اثبت. طبعا زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي بياكد في كل مره ان الشعب المصري هو البطل الحقيقي للمنظومه دي او ل عملية النجاح اللي بيقوم بها الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة. نعم. وكذلك يعني احنا منتظرين خلال الفترة المقبلة عن مفاجآت من
زيارته لأوزبكستان. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. ولا شك طبعا أنه التوازن في العلاقات الدولية الخارجية أمر مهم، حتى لا تكون يعني مقولة كل أوراق اللعبة في يد أمريكا تعود إلى السطح مرة أخرى. نحن ننوع علاقاتنا الخارجية بكل دول العالم شرقه وغربه، وأيضا نتجه إلى النمور الأسيوية للتعامل معها، لأنها بالفعل قفزت قفزات خطيرة في الأعوام السابقة تضعها في مقدمة المشهد على المستوى العالمي الاقتصادي. بنتابع أخبارنا ونتجه إلى الداخل المصري. رئيس الوزراء يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم. وفي بداية الاجتماع عرض وزير الاتصالات آخر مستجدات توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 92%، حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة ألياف ضوئية لنحو 2180 مدرسة من إجمالي مستهدف 2382 مدرسة، ومن المقرر الانتهاء من الباقي بمطلع شهر أكتوبر المقبل، على أن تتولى الجهات المنفذة لتوصيل الشبكات الداخلية بالمدارس لانتهاء منها منتصف يناير القادم. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ باقي خطوات مشروع توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، وأهمية استمرار التنسيق الكامل مع مديريات التعليم ومديري المدارس. إذن بعض المدارس ما وصلهاش الموضوع وممكن يتأخر شوية لغاية أكتوبر أو لغاية يناير، لكن على أي حال التجربة بدأت وإن شاء الله ما تقفش، وأي حاجة هتقابلنا فيها صعوبات تعدل في الطريق، لأن إحنا مش هنقعد نستنى أكتر من كده على التعليم المصري بعد ما بلغنا أسوأ مرتبة في التعليم المصري على مستوى العالم. فجيد جدا إن إحنا بدأنا، البداية بقى هتواجه صعوبات طبيعي جدا، لكن إن شاء الله هنعدلها ونعدل مسارنا في الطريق. نروح للعملية الشاملة في سيناء. وزير الدفاع يتابع سير مراحل العملية الشاملة بسيناء 2018 بقيادة شرق القناة. في إطار استكمال المراحل المخططة للعملية الشاملة سيناء 2018، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تفقد مراحل تنفيذ وتطوير العملية الشاملة سيناء 2018 من داخل مركز عمليات القوات المسلحة بقيادة شرق القناة. واستمع القائد العام إلى عرض تفصيلي من قائدي الجيشين الثاني والثالث الميداني، تضمن حجم وتشكيل القوات المشاركة والإجراءات المتخذة لتطوير أعمال القتال بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي واستكمال القضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الكاملة على المناطق والبؤر التي تم تطهيرها لضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية أو وصول الدعم اللوجستي إليها. وناقش الفريق أول محمد زكي قادة قطاعات التأمين بشمال ووسط سيناء في إجراءات التحضير والتنفيذ للمراحل المختلفة للعملية، حيث استعرض قائد الجيش الثاني الميداني أبرز نتائج أعمال التمشيط والمداهمة والعمليات النوعية بقطاع التأمين بشمال سيناء والتدابير المخططة لاستكمال تدمير البنية التحتية والبشرية للإرهاب والتنسيق مع الشرطة المدنية لاستعادة الانتشار والسيطرة الأمنية في نطاق المدن والتجمعات السكنية بالمناطق التي تم تطويرها بنطاق المسؤولية. نروح لبعض الأخبار الاقتصادية. ووزير المالية خلال فعاليات اليورو موني يؤكد على تأسيس صندوق لإدارة الأصول الحكومية. قال محمد معيط وزير المالية، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الاتجاه نحو تأسيس صندوق يكون مسؤول عن بيع الأصول غير المستغلة أو التي تستخدم بشكل غير مفيد للاقتصاد والتي تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات، موضحا أن استغلالها سيكون له عائد يسهم في تسريع عملية النمو. وأكد معيط خلال افتتاح مؤتمر اليورو ماني اليوم الثلاثاء أن الطريق أمام الاقتصاد المصري ما زال طويل، لكننا نتخذ خطوات إصلاحية، مؤكدا أنها ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري وتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ دور أكبر في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع لنحو 44 مليار دولار في يوليو الماضي،
وهو الأعلى في تاريخ مصر على الإطلاق، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.7% إلى 6% خلال السنة المالية الحالية. من جانبها قالت فيكتوريا بين مدير عام منطقة الشرق الأوسط في مؤسسة اليوروماني إن عام 2018 كان من الأعوام الاقتصادية الصعبة على صناع القرار بسبب ارتفاع التضخم والبطالة في العديد من دول العالم، مؤكدة أن مصر قدمت أداء اقتصاديا جيدا ساهم في كسب استثمارات جديدة بلغت نحو 10 ملايين دولار في شهور قليلة. أخبار بقى تهم المزارعين كلهم اللي زرعوا أرز، وفي انتظار أسعار توريد الأرز الحكومة بتعلن سعر توريد الأرز الشعير يتراوح من 4400 ل 4700 جنيه للطن. أصدر وزير الزراعة والتموين القرار الوزاري المشترك رقم 165 لسنة 2018، والذي يحدد أسعار وضوابط استلام وتخزين الأرز الشعير المحلي موسم 2018. وجاء بالمادة الأولى منه أن يكون توريد محصول الأرز الشعير المنتج محليا موسم 2018 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا، على أن يبدأ موسم التسويق اعتبارا من يوم 15 من سبتمبر 2018 حتى 15 من نوفمبر 2018. طيب احنا طبعا في اسعار كتيره قوي موجوده عندنا على حسب درجه النقاوه، خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الاسعار وطريقه الاستلام من الاستاذ مدحت وهبه الصحفي باليوم السابع. اهلا بحضرتك استاذ مدحت. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. مساء النور. طبعا بعد تحديد مساحات زراعة الأرز هذا العام في مناطق معينة، الآن الدولة بتعلن عن الأسعار لاستلام الأرز بالسلع التموينية. رأيك في هذه الأسعار وانطباعات المزارعين حواليها، هل تم إحصاء البعض منها؟ بص يا فندم، زي ما حضرتك بتتكلمي، هو دي حاجة برضو تعتبر مبادرة جديدة من الحكومة، إن هي تحاول تشتري الأرز الشعير الدائم والمعروف، ان هي بتشتري الارز الابيض المعبى في اقياس معبأة، وبيتم طرح الارز ده سواء على بطاقات التموين او في من خلال المجمعات الاستهلاكيه. في المره الجديده دي الحكومه حبت تعمل مخزون استراتيجي للرز زي اللي بيتم في القمح والسكر، عشان يبقى عندنا مخزون استراتيجي، فاعلنت عن شراء الارز الشعير من المزارعين، وهيتم اسناد الارز الشعير الى مضارب القطاع العام وكذلك مضارب القطاع الخاص لتبييضه، وبعد ذلك يتم طرحه للمواطنين على البطاقات التموينيه. النهارده طبعا اعلنت وزاره التموين بالاشتراك مع وزاره الزراعه اسعار الارز الشعير، وهيتم تحديده بناء على جوده ودرجه نظافه الارز. طبعا هو الارز الشعير يتراوح السعر بتاعه من 4400 الى 4700، في حين القطاع الخاص ممكن يدخل ويشتري طبعا باسعار اعلى من ذلك طبعاً. لان حضرتك الارز بيتم طبعا طرحه في الاسواق سواء على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات، ده الارز الابيض المعبأ بعد تبييضه، ومن خلال المجمعات الاستهلاكيه والسوق الحر بيتراوح سعره من 8.5 الى 10 جنيهات، وده بناء على حجم الكسر في الرز والنوعيه بتاعته. في الرز طبعا بيبقى رفيع الحبه وبيبقى اقل سعره، وفي رز بيبقى رفيع الحبه بيبقى اعلى سعر، وده بيتراوح السعر من 8.5 جنيه الى 10 جنيهات في الاسواق. علاوه على ذلك ان نسبه الكسر كلما ارتفعت في الارز كلما انخفض سعره، وبالعكس كلما طبعا انخفض نسبه الكسر بيرتفع سعر الارز، وده بيكون رز عالي الجوده. الجديد في قرار وزاره التموين مع وزاره الزراعه ان الدوله هتبقى مشتري رئيسي في الاسواق بجانب القطاع الخاص، ان هي هتشتري مباشره من المزارعين ارز الشعير ويتم اسناده للمضارب زي ما قلت لحضرتك، وده هيامن المخزون الاستراتيجي للبلاد. ده اذا السعر ده كان مناسب للمزارعين، لان المزارعين ممكن يفضلوا القطاع الخاص، لان البعض يعني شايف ان السعر ده ممكن يكون متدني بالنسبه له. بالفعل انا النهارده تحدث الي رئيس الأرز، وأكد لي إن الرز في الأسواق المفروض إن طن الشعير بيتراوح من 5000 إلى 5300 جنيه، ما أعلى من السعر الحكومة اللي حددته. وكان مبرراته إن طبعا إن رز الشعير كمان بيكون في تكاليف للنقل إلى المضارب وكمان في التخزين، فبالتالي إن طن الرز طبعا كمان، علاوة على ذلك إن المزارع
انت عارف حضرتك ان الرز بيستهلك مياه كتير، وطبعا بيبقى بيستهلك مستلزمات انتاج كتير، فبالتالي هو كان شايف ان طبعا سعر الرز متدني شويه. لكن احنا طبعا بنتمنى ان الحكومه تنجح فعلا ان يكون عندها مخزون استراتيجي جيد للارز، لان طبعا حضرتك على مدار الشهرين الماضيين ما كانش فيه رز بيتورد لوزاره التموين لانخفاض سعر التوريد. أيوه. كان طن الرز الابيض بيتم توريده ب 6500 جنيه، ولذلك امتنع اصحاب المضارب وبعض الشركات عن التوريد بسبب انخفاض الاسعار، وبالفعل كانت الاسعار منخفضه، حتى تم التفاوض تاني مع اصحاب المضارب اعتبارا من شهر اغسطس الماضي، وبداوا يوردوا لوزاره التموين على سعر طن الارز الابيض المعبأ 7500 جنيه، يعني تم زياده الطن الى 1000 جنيه من 6500 الى 7500 جنيه الطن الارز المعبأ، على ان تقوم وزاره التموين بطرح طن الارز عباره عن اكياس على بطاقات التموين ب 8000 جنيه، يعني بمعدل سعر كل الرز على البطاقات ب 8 جنيهات، في حين ان سعر الرز بيتراوح سعره في المجمعات الاستهلاكيه سعر حر بعيد عن البطاقات من 8 جنيه ونص الى 10 جنيهات على حسب نسبه الكسر وجوده الارز اللي بيتم من خلالها بيعه للمواطنين. طب استاذ مدحت، في حاله انه يعني الفلاحين ما اقبلوش قوي على يعني الجهات الحكوميه وراحوا للقطاع الخاص، هل هناك بدائل؟ يعني الحكومه عامله حسابها في استيراد ارز من الخارج مثلا؟ بالفعل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من حوالي ما يقرب من شهر وافق على اقتراح الحكومه باستيراد الارز من الخارج، بجانب ان خلال زياره الرئيس جمهوريه فيتنام هنا خلال اليومين اللي فاتوا تم توقيع اتفاقيه تعاون ان فيتنام هتورد لمصر ما يقرب من مليون طن ارز، بجانب ان وزاره التموين دلوقتي بتعمل ابحاث مع الجهات المعنيه لدراسه نوعيات الرز اللي هي هيتم استيرادها، لان حضرتك لو تفتكري من حوالي عامين امتنعت الشركات عن التوريد لهيئه السلع التموينيه، فلجات وزاره التموين الى استيراد رز من الخارج، وبالفعل استوردت حوالي 100,000 طن رز هندي، وبالرغم ان كانت النوعيات جيده الا ان هذا الرز لا يتناسب مع الذوق المصري. صحيح، ما لقاش قبول، ما كانوش بياخدوه حتى في التموين. ايوه فعلا حضرتك. أيوة. فبالتالي ممكن دلوقتي الحكومه بتحاول ان هي تتفادى ازمه الاستيراد من الخارج، بمعنى هم حاليا دلوقتي بيعملوا دراسات داخل مراكز البحوث المتخصصه ان هم يجيبوا يحصلوا على عينات من الارز من الخارج من اكثر من دوله، سواء من فلبين او تايلاند او طبعا الصين. أيوة. وبيتم طهي الرز هنا في مصر ويشوفوا نوعيه الارز ومدى التذوق ومدى المياه اللي بيتم استهلاكها في خلال الطهي، وعشان طبعا ياخدوا النوعيات القريبه للذوق المصري لتفادي حدوث الازمات. ممكن اننا نستورد رز جيد ولكن لا يتماشى مع الذوق المصري. نعم. وبالتالي يحصل ازمه زي ما حصل مع الهند، مع الرز الهندي. بالفعل هو كان رز جيد ولكن لا يتناسب مع الذوق المصري. الحكومه عندها بدائل، بنتمنى ان هي تنفذ هذه البدائل. أيوة. وبنتمنى ان يكون الرز موجود كمخزون استراتيجي، لان برضه عايز اقول لحضرتك الكميات اللي موجوده فعلا في الاسواق المصريه وموجوده لدى التجار وموجوده لدى المزارعين تكفي احتياجات المواطنين، سواء على البطاقات التموينيه او من سوق الحر او من خلال المجمعات الاستهلاكيه، حتى شهر اكتوبر من العام المقبل. يعني احنا عندنا رز داخل البلاد يكفينا عام. طب ده شيء هايل، ده اكتر من اللي يعني اللي احنا بنتمناه. دايما نقول احتياطي لمده 3 شهور او 6 شهور، فاحنا بنتكلم في اكتر من عام، فده يعطي الحكومه فرصه كامله لاتخاذ البدائل المناسبه. انا بشكر وجود حضرتك معانا ومعلوماتك القيمه عن هذا الموضوع الاستاذ مدحت وهبه الصحفي باليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك. ما زلنا مع الاخبار الزراعيه. وزير الزراعه بيقول نستهدف انتاج 2.3 مليون طن اسماك بحلول 2020. قال الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه واستصلاح الاراضي ان جميع المشروعات التي يتم تنفيذها للاستزراع السمكي في مصر تهدف الى الوصول بانتاج مصر من الاسماك عام 2020 الى 2.3 مليون طن. واكد الوزير خلال الملتقى الوزاري لورشه العمل الخياميه لمشروع تعزيز القدره المؤسسيه لدعم حوكمه قطاع الثروه السمكيه في افريقيا، والتي ينظمها المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي، أكد أن إنتاج المزارع السمكية يمكن أن يسهم في سد الحاجة المتزايدة من الغذاء والتي تتواكب مع الازدياد المضطرد في عدد السكان في إفريقيا، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت بإنشاء مشروعات قومية للاستزراع السمكي
على رأسها مشروع بركة غليون المقام على مساحة تقدر بخمسة ألاف فدان كمرحلة أولى لتزيد فيما بعد إلى 20,000 فدان. وأضاف أبو ستيت أن المشروع يضم أيضا مصنع للتعامل مع الأسماك في مرحلة ما بعد الصيد للحفاظ على جودة الأسماك وإعدادها للتسويق، وكذلك يقوم هذا المشروع بتطبيق جميع اشتراطات الأمان الحيوي، وقد حصل على شهادة الأيزو 17025. طيب نروح ل يعني الاستعدادات في المحافظات، لان هيئه الارصاد الحقيقه بتنبهنا قبلها بفتره كافيه، بتحاول دايما تعمل ده، انه في امطار محتمله او انه في سيول محتمله في فصل الخريف بشكل خاص، وهو قادم الينا سريعا يعني خلال ايام. وزير التنميه المحليه يوجه المحافظات بالاستعداد لمواجهه اي سيول محتمله. أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اتصالات هاتفية بكافة المحافظين للاطمئنان على استعدادات المحافظات لمواجهة أي سيول أو أمطار شديدة محتمل حدوثها، في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع حدوث سيول خلال فصل الخريف. وشدد الوزير خلال اتصالاته على ضرورة اتخاذ المحافظات لكافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف جولات المرور الميدانية على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه والأمطار، ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، لافتا إلى أنه يتم متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية وإبلاغ المحافظات بها بشكل فوري لتفادي الآثار الناجمة عن حالات عدم استقرار الحالة الجوية. وأضاف الوزير أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها، موجها بضرورة استعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات في كافة التخصصات المياه والصرف الصحي والكهرباء والحريق. نروح لوزارة الإسكان واللي بتطرح أراضي تسهم بقى المواطنين في أنها تبني عليها أي شيء زي مصنع أو أي مشروع ممكن يفيدها في بعض المحافظات. الإسكان بتعلن عن طرح 112 قطعة أرض خدمية في 13 مدينة جديدة بمساحات مختلفة. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح 112 قطعة أرض خدمية بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح بين 405 و110 و442 متر مربع في 13 مدينة جديدة لخدمة سكان تلك المدن ودفع عجلة التنمية بها من خلال توفير الفرص الاستثمارية المختلفة. من جهته قال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء إنه فيما يتعلق بشروط الأراضي المطروحة يتقدم الراغب في الحجز سواء فرد، شركات أو قائمة بطلب الحجز متضمنا نسبة سداد مقدم الثمن والذي لا يقل عن 25% من ثمن الأرض وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط المتوافرة بجهاز المدينة المطروح بها الأراضي فقط، حيث إنه على الراغب في الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط ابتداء من الثلاثاء الموافق 25 من سبتمبر الجاري من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها. وتابع السباعي إنه يجب على المخصص له الأرض الالتزام بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ولا يسمح بتعديل المواصفات، حيث إن الطرح يتم طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 من أكتوبر المقبل وحتى الأربعاء الموافق 31 من أكتوبر المقبل بمقر جهاز المدينة المختص. ونروح للاهتمام بنهر النيل اللي أهمله المصريين كتير جدا على مدار عقود طويلة، وعرضوا سلوك الأفراد الشخصي لكتير من المشاكل والتلويث وغيره. يبدو أن احنا بنحاول نستفيق شوية. وزير النقل بيتابع معدلات تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل. اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة فريكوانتس النمساوية المنفذة لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، وذلك بحضور الدكتور عبد العظيم رئيس الهيئة العامة للنقل النهري واللواء كريم أبو الخير مستشار الوزارة للنقل النهري.
وتم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع، كذلك الاطلاع على الخطة الزمنية لتنفيذ مراحل المشروع. وقد طلب وزير النقل من الشركة المنفذة ضغط الجدول الزمني للمشروع للانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2019، ووعدت الشركة بالتنفيذ، خاصة أنه مع تنفيذ المشروع يمكن السيطرة ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، وضمان مرور الوحدات النهرية بداخل المجرى الملاحي الذي تم تطهيره. إذن هنطهر المجرى الملاحي وبعدين نفكر في أعمال نقل في هذا النهر، واعتباره أيضا منفذ إلى جانب سكك الحديد والطرق العادية لنقل البضائع والأشخاص والرحلات السياحية. وبنختتم أخبارنا من وزارة الصحة والداخلية والمهتمين بالصحة، أيضا هي أخبار صحية في المقام الأول. الصحة بتعلن القضاء على الإيدز بعام 2030 ومعدل الإصابة 2%. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030 تحت شعار الصحة للجميع، منع الوصم بالمرافق الصحية. وأكدت على أنه انخفض معدل الإصابة بمرض الإيدز العام الحالي لأقل من 2%، مما يعتبر من أقل المعدلات بدول العالم بناء على البيانات الرسمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للإيدز. أوضحت وزارة الصحة أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمكافحة العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لمرض الإيدز، وتقدم الرعاية للمصابين بهذا الفيروس، لافتا إلى أنه تم وضع العديد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة بالفيروس حتى يتم القضاء عليه بحلول 2030. وأضافت الوزارة أنه يتم العمل من خلال عدة محاور تتركز في توفير الفحص لأكبر عدد من المواطنين للكشف عن الأشخاص الذين تعرضوا لخطر العدوى ولم يقوموا بالفحص المعملي، ثم ربط المصابين بمنظومة المتابعة المعملية وتقديم العلاج المضاد للإيدز، بجانب دعم الانتظام على العلاج للتحكم وتثبيط الحمل الفيروسي، مشيرا إلى أنه يتم تكثيف وتعزيز استمرارية أنشطة الترصد الصحي وتضافر جهود التوعية المجتمعية لمنع السلوكيات المؤدية للعدوى بالفيروس، بالإضافة إلى المجهودات الأساسية والمستمرة أمثلة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وبرنامج وقاية الطفل من الأم المصابة وحزمة وقاية ما بعد التعرض للعاملين بالمجال الصحي. وأخيرا برضو مع الصحة، ولكن هذه المرة مبادرة تطلقها وزارة الداخلية. الداخلية تطلق مبادرة صحتك تهمنا لعلاج المرضى مجانا. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان مبادرة صحتك تهمنا بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي بالمجان على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجا من غير القادرين بكل محافظة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. تم توجيه قافلة طبية إلى قرية زاوية القدامي بدائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، ضمت أطباء بكافة التخصصات بالإضافة إلى طاقم تمريض، وبشرت القافلة أعمالها، وتم توقيع الكشف الطبي على 331 مواطن. جاء ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة في الأوساط الجماهيرية لتوطيد أواصر الصلة بين رجل الشرطة والمواطن. شكرا لوزارة الداخلية على هذه المبادرة. وبهذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا الإخبارية في حلقتنا اليوم في الحصاد، لكن إن شاء الله باقين مع حضراتكم بعد الفاصل مع لقاءين حواريين عن تربية الحيوانات، إحداهما عن الدواجن والمخاطر تربية الدواجن وإزاي ممكن نتغلب عليها، والآخر عن تربية النعام خاصة في المناطق الصحراوية. ابقوا معنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل.